نفسي كلها بعندي أنا جلي تكنولوجي عندي حجي تابعني أنا وبس سياسة بس عيارة حجي كادر يعني إيه اللمة واللمة للتمة مجموعة لو حبيت فيك كل شي المعنى والكلمة الفكرة والبسمة عشان أهلك مساكم الله بالخير شباب وبنات. طبعا مثل ما عودناكم حلقة جديدة من برنامج جادرينج شو. احنا اليوم عندنا شيء مميز جدا جدا جدا. طبعا تدرون انا شرهان واريد طعام، فطبعا انا انسان احب الاكل وايد وايد وايد. وسبحان الله اليوم حلقتنا مية لزازة مية اكله وايد وطعمه مية مية. انا احب الاكل صراحة، يعني اليوم حلقتنا عن الاكل شيء جميل وضيفنا راح يكون مميز جدا. انا ما راح اتكلم عنه، عن الاكل وسياسة الاكل مين وهي قاعدة تاكل. مساء الخير شباب وبنات كل اللي قاعدين يتابعونا. طبعا مثل ما قال لكم محمد سوري يلا قولي حبه حبه. لا صدق جعانه والاكل وايد لذيذ، بلاليط واشياء وكذي، ما ادري شنو اللي ورا، ما ادري شنو في ورا. زين طبعا ضيفنا مميز ان شاء الله راح يكون موجود ويانا هنا بالسيجمنت الثاني، فاذا حابين تشاركونا على الفيسبوك عندكم جاذرينج شو وبتويتر عندكم @جاذرينج شو، هذه طرق التواصل ويانا. خل اكمل بدر كملي. فحاب اقول لكم هم مساكم الله بالخير شباب وبنات. نفس ما قال لكم حمود وميمي اليوم حلقتنا مميزه حيل. اليوم راح نتكلم عن الاكل الكويتي وعن الاشياء هذه كلها والسياسه بالاكل، وش علاقه الاكل بالسياسه وش علاقه السياسه بالاكل، بما ان ضيفنا يعني يفقه في السياسه ويفقه بكل شيء. فراح نسانس وياكم نواف. حبيبي نواف متى تداوم ومتى تنورنا هنا؟ طالت الغيبه وايد. تتوقعون بيبوا يا غنايم؟ ها؟ بيبوا يا غنايم؟ بيجيب ويا غنم من وين؟ بيجيب ويا الغام مو غنايم. طبعا انت اللي اكيد اللي مرضك ريو، انا ادري فيك يا نواف. انت طبعا ما يلك المرض الا من ريو. بالضبط. فتابعونا اليوم حلقتنا حيل 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 مميزه بتكون. بالسجمنت الثاني راح نبلش بسوالف اسرار. مساء الخير شباب بنات كل قاعدين يتابعونا. طبعا حلقتنا اليوم وايد حلوه لان في اكل وايد حلو لذيذ. انا ترى تو هم قاعد يقول لكم هاي وانا منحاشه ورا قاعده اكل، ما ادري شنو يسمونها، قطايف يمكن. جمال انت شنو يسوي هنا؟ يسمونهم منو قطايف؟ صب القفشه. جمال انت شنو يسوي هنا؟ فاكيد بما ان انا واحده من البنات الكويتيات ما تعرف بهالاكلات، عندنا ضيف اليوم راح يقول لنا بالضبط ويعلمنا شنو هالاشياء، لان عيب ان احنا ما نعرف هالاشياء بما ان احنا كويتيات. صح. فنفس ما قال بدر نواف ما تشوف شر وان شاء الله تجيب لنا غنايم وخروف وشو، المهم انه شيء ينوكل يعني. واحب اشكر اللي كان مسوي بروفايل اسرار الحجي سكره او اللي في فيسبوك سكره. فاذا هو مسكر انا ما ادري، اذا هو مسكر اقول لك مشكور لانك ما رديت طلبي وقدرت موقفي. وحبايبي اللي بالفيسبوك كلكم فوق راسي لانكم وقفتوا معي وقفه وايد حلوه. فناخذ فاصل ونرجع لكم. انا مو ماكل شيء مسكين. شفتي انت ماكله بخاري شنو؟ دي اي. هذا الدي اي تاكلين روح الدي اي. هذا الدي اي اللي انا جايبه روح اشتري. شباب وبنات ردينا لكم من عقب الفاصل. طبعا ضيفنا نورنا هنا عندنا بالاستوديو وهو اسرار مندمجين بسالفه الاكل، لان مشاهدينا اليوم احلى حلقه بالعالم. مو تقولوا لي حلقه لما انت خرجت من الجامعه، مو تقولوا لي من ابوي دق، ما حد ابوي ما حد امي، انتوا قاعد تشوفون اللي انا قاعد اشوفه. انا ما قاعد اسوي دعايه بس انا اللي كلته مو طبيعي. ترى توني متغديه توني، فراح ابطل انشب مشبوس. فاللي يبي يد القناه الشاهد يتفضل معنا. انا بريح شوي. مشكله. طبعا ضيفنا لقب بملك الطبخ الكويتي، ملك المطبخ الكويتي. ملك المطبخ الكويتي. انزين بدر انت عارف. خلاص هو شيف كويتي. إيه؟ ولقبوه بملك المطبخ الكويتي شيف مهدي المتروك. وصالح. ويعطيك العافيه ابو صالح. اي اكيد على اسم. إيه؟ انت مسمي مطعمك على اسم مطعمه بعد فريج ابو صالح. فريج ابو صالح. ايوه يعطيك العافيه. ايش معنى فريج ابو صالح؟ انا لاني موقع فريج. انا عندي كنت اطبخ في البيت في البدايه،
فكان خذوا فريج مصالح، فريج مصالح هذا الكلام في سنة 99 ما شاء الله. إيه وبعدين عشاق الأكلة الكويتية قالوا لي اطلع برا على نقدر نشتري ناكل كذا، فطلعت أنا برا أجرت لي محل، فسبحان الله يا مكان صاد هم فريج يعني يا ما يمي مسكر وفريج اي وياي يعني ما يمي بقالة ولا يعني مسبقة ولا أي شيء يمي بس أنا بروحي بس أنت بروح داخل هذا الفريج، فيا الاسم راكب على الموقع ففرح إن صار هالفريج فريج مصالح صار فريج مصالح خلاص. فالدليلة يقول له وين رايح؟ قال له رايح فريج مصالح. تعرف وين فريج مصالح؟ الله موجود. رحت حطيت لهم بيت شعر قديم وحطيت لهم شاي بودقة بنقطة يسمونه هذا اللي كان بنقطة أيوة. وفحم وشغلات والشاي عندي سبيل أنا مو الماي سبيل شاي سبيل يقعدون بالخيمة ما شاء الله عليك خيرك وايد وكذي هو أبو صالح في مطاعم وايد هني بالكويت قلدت طريقتكم بالطبخ والله في يعني كان بس عندي سؤال أي سنة كان افتتاح مطعم فريج فريج أبو صالح سنة الألفين تقريبا يعني قديم أي نعم 2000 اعتذري انا توني جاي اسالك بغيت اقول لك بما احنا واقعيه وكذي بغيت اسالك ايش معنى في مطعم عادي يعني احنا راح نقول الاسم ليش بالذات فريج صويلح اللي اسمه انتشر فلما احد قام يسمع مثلا فريج فلان فريج فلان لا اكيد هذا اكله حلو ليش تبرمج الناس تبرمج مخ الناس ان مطاعم الكويتية من يتسمى باسم فريج معناته واو لا 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 مو مو قضية فريج لا هي صالونك لا من الاكل انا قلت صالونك سوري تو جاية من الصالون فريج فريج صويلح لان انتشر لانه هو موقع سالمية سنتر سنتر والشباب محرومين من أكلة كويتية ومحرومين من لبس كويتي فضربت معهم أما إحنا ما نبني طيبة أو إحنا أفضل وإحنا أحسن لا لا إحنا كل إنسان مصالح أنت أقدم من فريج صويلح أو فريج صويلح لا أنا أقدم أنت أقدم أنا أقدم أنا أقدم أنا أيام أول طبخة لي كانت في سنة الـ 76 86 عفوا في مسرح كيفان واللي أنا طبختها هوامير بوقتها وزبيدي والشغلات هذه مع الفنان عبد الرحمن العقل والله يذكره بالخير وصقر وداوود حسين وأكلنا أنا أول طبخة مع غانم صليطي وعبد الحسين عبد الرضا في قطر أنا طابخ طبخة في سنة 83 في مسرحية فرسان المناخ الله قديمة جدا حيل وأنا يعني بس مو ظاهر إعلاميا لأن ما كان عندي ذاك النشاط زين أبو صالح كان تواجدك مع الفنانين الكبار يعني مثلا عبد الحسين عبد الرضا وعبد الرحمن العقل وهذا شنو كان وجودك لهم هل أنت مثلا كنت مثلا أنا صديق لهم أو أنت مثلا كنت يعني من كثر ما تحبهم تروح مثلا تطبخ لا لا أنا مصمم ديكور هذا تخصص ومنفذ ديكور اي نعم في مسرح اول انا من اول من عمل مسرح الدسمه في سنه اواخر ال 82 ما شاء الله وانا استلمته من الشركه الانشائيه كاس العالم اي وانا وال العم ابو عدنان عبد الحسين عبد الرضا نوجه له اول عمل له حتى كان يخر علينا مطر احنا نمثل ايه؟ ويخر علينا مطر لان المسرح مكشوف مو مكشوف يعني في اخطاء فنيه كانت وكان بذاك الوقت عندنا المطر غزير جدا صح المطر غزير جدا الله يرد هذاك المطر ان شاء الله ان شاء الله مطر مع بردي بعد مره واحده كنا حاطين في المسرحيه تشوته قدام وقاعد يمثلون الفنانين الحين تشيك اذا نقطت منه مايه او شيء الله مطر وهو مو مطر ما ادري ليش ما قالت لك مطر ارد وياك على سؤال يا عمي ابو صالح شنو اللي خلى وايد مطاعم من بعدك تقلدك؟ شنو السر وشنو الطريقه اللي انت اتبعتها اللي الناس بسببها قلدوك؟ جيلكم محروم من الاكل الكويتي صح الجيل اللي بعد التحرير بعد التسعين اي فقاموا طبعا هني برجر لا كلها وجبات جاهزه وزائد ان انت متشوق حق اكلات يدتك صح او مو امك لان امك هم
بهذا العمر صغيره ما لحقت على الاكلات اللي انا عارضها. هذه اعمارها قديمه جدا، هذه من 100 سنه وفوق ما شاء الله. الاعمار صب القفشه، البلاليط، هذا البلاليط حق العروس يسوونها ليله الدخله صباحيتها، او انه يسوونها حق عيد الاضحى ريوق المعازيم، يعني اللي يجون يعايدون وكذا يعطونهم بلاليط ذاك الوقت، يعطونهم صب القفشه، القيمات، عصيده. ما تشوف انت اول ما يد قلت لك الله طبخ يدتي، لان احنا متعودين بكل يوم ذكرتي يدتي صح، احنا متعودين بكل يوم على البلاليط، المشابيس، القبوط، هذا اللي انا اقصده. فهني صار مجموعه من الوافدين حب الشغل التجاري او ان المكسب التجاري، فقاموا يكتبون طبخ كويتي، طبخ كويتي، طبخ كويتي في ريج فلان، عرزاله فلان، او شغله فلان، مخيم فلان. ايوه، ف صار تنقصهم الخبره، ينقصهم الادوات. هني النفس كويتي، في فرق بين المطاعم هذه. انت اللي يشتغلون داخل المطعم كويتيين؟ اي عندي انا اللي هذا اللي ميزه. هذا ايه؟ هذه ميزه، والميزه الثانيه انا اتغزل في الاكله دائما، يعني انا تطبخ معاهم بيدك، شغل مطعمك بيدي، مو مسلم الموظفين يعني ابو صالح انت مثلا من صباح الله خير تروح المطعم تشرف على الطباخ كله، انت تطبخ، انت تقص، انت تسوي، واروح حق اشغالي، يعني انا احضر كل بهاراتي وشغلي ما شاء الله، واحط في المطبخ الحجوزات، يعني يحجزون من الليل بعض البيوت، اكون انا حاط لهم المقادير كل شيء، وهذا ارجع يكون مطبوخ الشيء، انا احط كتف العيش، انا اعطيك عيش نفس البلاليط، تقول هذا بلاليط ولا عيش؟ من طولها الحبه ونثري ونثري. والان انت متقدمه جربي جربي. اي احنا بس علشان افتتاحيه. ايوه يعني جربي المذيعه، فالمذيعه لازم تسال الضيف. بس انا راح اخلص اسئلتي وراح تشوفوني ورا، يعني راح تنقصون. بسالك سؤال، ما لاحظت انه عندنا الجيل هذا احنا الشباب انحشنا من سالفه الاكلات الشعبيه والكويتيه، وساعات في البيت مثلا الغداء مشبوز دياي، لا انا ادق اطلب مطعم. يعني الاكل حلو، مثلا تكون طباخه بالبيت او الام ايدها حلو او اليد تكون مثلا طابخه، ليش انه سيده طلبنا مطعم؟ بس اسم انه انا طلبت مطعم، بس المخ يتبرج يعني على مطعم. يعني قصدها مو محرومين، انت تو قلت محرومين، حتى لو توفر المكبوس ما يبون نجاح حق المطعم. ما ليش؟ في شوف انا اقول لك شغله، يعني هي بالاول احنا شنو اكلنا بالاول؟ اكل الغداء زايد ناكل عشاء. ناكل عشاء صح. فاهم علي؟ ما كان متوفر المطاعم ولا متوفره، ولكن ما في لنا واحد بطل. الان انت وجيلكم تلاقيه مصرك ما شاء الله ما يقدر يشيل طاسه. صح. قبل كان المواد اللي نطبخ فيها قليله. انت ادري انا اشيل البنات كلهم. ادق حديد انت. ادق حديد. اتكلم على العاديين. اقول لك انا قبل يعني لما اشوف واسمع وكذي المواد اللي يستخدمونها عشان الطبخ شويه، يعني المقادير شويه، بس انه كذا طبخه تطلع من نفس المقادير اللي هو الايدام الاساسي اللي هو عيش سمك لحم دياي، يسووا لك كذا شغله من السمكه ولا من الدياي ولا من اللحم. يعني حتى مثلا صب القفشه والقيمات ممكن يختلفون باشياء خفيفه، بس الاساس واحد. الاساس واحد يعني بس انه ينوعوا لك. هذا شيء حلو بالطباخ الكويتي بالتراث انه منوع. شوفي انا صار لي موقف مع وافدين، قالوا انتم الكويتيين ما عندكم اكل. قلت له انا اعطيك اكلنا بايام 1919. حرام عليه هذا اللي قال هالكلمه. ها انا شوفون ثلاجتنا وشوفون ثلاجتهم. زين والله العلمج ان احنا السجيه شغالين اهلنا بالاول، انا اتكلم عن جدودنا. عندي احد المواقف مع العم صالح العجيري يقول امي انا عمري 9 سنين دزتني حق جارتنا الله اجيب منها كبريت، فقالت لي جارتنا سلم على امك انا ما عندي كبريت لكن عندي عودين، فاعطيها عود تطبخ غداها وعود انا خليني اطبخ غداي.